افريكا هوند. مساء الخير، مرحبا بكم في افريكا هوند، ونمشيو مع نتائج اليوم الخامس من البطوله الافريقيه للانديه البطله لكره اليد. في قاعة الحمامات المجمع الجزائري انهزم مع بوسبور 22 مقابل 35 مباراة فتيات. الترجي الرياضي التونسي فاز على القوات المسلحة الكاميرونية 29 مقابل 22، والزمالك فاز على فينيكس الجابوني 33 مقابل 22. في قاعة نابل كايمن انهزم مع شبيبة الكونغولية 32 مقابل 36. أفريكا سبور انهزم مع الفاف الكاميروني 27 مقابل 24 مباراة فتيات. والأهلي المصري انتصر على فانز الكاميروني 34 مقابل 19. وريد ستار انهزم قدام الاتحاد الليبي 32 مقابل 26. مباراة واحدة تلعب في قاعة بني خيار، جمعة فانكر مع الجمعية النسائية بصفاقس، وفات بانتصار الجمعية النسائية بصفاقس 29 مقابل 21. برنامج مباريات غدوة اليوم السادس من البطولة الإفريقية للأندية البطلة الأربعاء 25 أكتوبر في قاعة الحمامات نص النهار في المجموعة الأولى فتيات، الفافي يلاقي فريق أبو سبورت، مساء ساعتين المجموعة الأولى رجال كايمن يلاقي الترجي الرياضي، المجموعة الثانية رجال مع الأربعاء متاع العشية الزمالك المصري مع وداد السمارة المغربي، وفي المجموعة الثالثة مع الستة متاع العشية جمعية الحمامات مع الأهلي المصري. نمشي وقاعة نابل، المجموعة الأولى فتيات نص النهار أفريكا سبور مع المجمع الجزائري، المجموعة الثانية رجال مع الساعتين ريد ستار مع فينيكس الجابوني، المجموعة الأولى رجال مع الأربعة متاع العشية الفاف الكامروني مع الجيش الرواندي، والمجموعة الثالثة رجال الستة متاع العشية بانز الكامروني مع أوكال كانغولي. في قاعة بن خيار المجموعة الثانية فتيات مساعتين فريق فانكر مع باندا ماليفوري، والمجموعة الثانية فتيات الأربعة متاع العشية تيكي سي مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي. كانت هذه أفريكا هوند، موعدنا الرياضي القادم العاشرة متاع الليل في إنفو سبور. كان معكم الفضل العريبي في لمان.